اوكي، في تراكات كتير بتنزل ما بيتعملهاش ريفيوز بسبب ان ما بيبقاش فيها ماتيريال كافيه انها يطلع منها فيديو كامل، مهما كانت التراكات دي حلوه. ولكن لان الناس بتطلب مني كتير ان انا اتكلم عن تراكات من النوع ده واللي ممكن يكون التعليق عليها في نص دقيقه او دقيقه، فقررنا ان احنا هنعمل حلقه كل فتره كده بيبقى فيها تجميع لكل التراكات المهمه اللي نزلت والتراكات الجديده اللي تستاهل شوت اوت، ونتكلم عنها حتى لو بتعليق بسيط. ودي حلقه جديده من روتو، معاكم رومي، ويلا بينا نخش في الموضوع. اوكي، احنا معانا تقريبا حوالي 15 او 16 تراك، فممكن كمان يتقسموا على حلقتين، ولكن ايه، هنرغي كده مع بعض ونشوف الدنيا هتودينا فين. يلا بينا نختار اول تراك بشكل عشوائي. نبدأ ب 100 ميل لـ L5. اوكي، النظرة الاولى التراك غريب، هو لطيف بس فاهم يعني في حاجة كده. اولا انا بحب التايب ده اللي هو المزيكا الدانس هول او اللي هي الريجاتون شوية، مش عارف ده يتصنف ريجاتون ولا لأ، اللي هي مزيكا بترقصك شوية. ولكن نبرة الصوت اللي اختارها L5 غريبة شوية ومختلف عن اللي كان بيعمله، فمش عارف، بس تعالوا نكمل. خدت بالي كمان ان البرودكشن هنا الـ L5، طبعا كل الناس بقى بتتكلم على موضوع البرودكشن الـ L5 لان هو لسه عامل لقطة كده اللي هي فكرة يا جماعة انا هعمل بيتات لنفسي بس، واي حد عايز انا مش ب800 دولار، في صفر ناقص 8000 دولار. هو غالبا بيطفش يعني عشان هو مش عايز يعمل بيتات لحد، عايز يركز في ان هو يكون بيراب. ولكن البيت جامد، المود حلو، نبرة الصوت ممكن ما تكونش اكتر حاجة مناسبة لوداني، او يمكن عشان انا مش متعود عليه، بس كده خش على بعده. اوكي، التراك التاني النووي لأحمد سانتا. جاي فول بوردر نسيتو 7 برجر، كل الأشكار مش للنشطر، دور وتلف ده حال الإرث، محتاج متحف حط الفيرس بقى. جامدة دي، دور وتلف ده حال الإرث اللي هو كوكب الأرض. اسم التراك نفسه وورد بلاي على فكرة النو اللي هو اصلا خدها من التراك اللي فات، ولو خدتوا بالكم هو هنا تقريبا بيرد ليه، لان الناس كانت عملت تعليق على التراك سنتوت النو اللي هو كان شبه اغاني الاطفال شوية، كان بيفكرني شخصيا باغنية دبدوبة التخينة جدا. المريب في الموضوع ان انا بحب اغاني الاطفال عموما بجانب الراب، ولكن الموضوع ليريكلي كان مختلف، ومش عارف بصراحة هو كان بيعمل الموضوع ده كترول ولا كنوع من المزيكا الكوميرش اللي ممكن تليق مع الناس العادية. وهو هنا يعتبر بيرد لان سنتوت النو طلع نووي، واختار ان التراك ده يكون اولد سكول عشان يا جماعة انا لسه براب اهو، لسه شخصية الاولد سكولر موجودة برضه. انا شفت ناس بتترول على البور الاخير ده اللي هو هقاو هنرقص دانس بلدي، اللي هو بيقول له دانس ايه وبيتريقوا على نطق الدانس. يا جماعه ده مشهد من فيلم، هنرقص دانس يا روح امك. بحب السانتا فكرة استخدام الميمز شوية، اللي هو ضحكة سامو زين في حلهم بينهم زي ما سمعته كده. يا شاب هتجيلنا حفلتنا وتنط. شاب جديد كان بيقول في تراك لي انا مش عارف دي تمشي عادي ولا ما تمشيش بصراحة، كان بيذكر حاجة اخت الا ما ينط، فهو هنا بيقول لك يا شاب هتيجي وهتنط. تيجي نستسهل نعمل موجه نعمل ويف نضحك على عيال. خبيث سانتا برضو. اللي بعده تراك غاره لكين. البيت يو كي دريل،
البيت هنا البيكيه، حاسس ان في ملحمه كده في الميلودي من الاوركسترا كده معزوفه في الميلودي، فالموضوع جامد. والكورس اللي احنا سمعناه ده بحب في كين لعبه الار ام بي اللي هو بيلعبها، بيتهيالي ان احنا ما شفناش ناس كتير غنت ار ام بي على يو كي دريل، فانا حاسس ان الموضوع جديد شويه على قدام ولكن جامد. عجبني البار بتاع فوق من احلامك هنا ما فيش كوزمو، اللي هو كوزمو واندا بتوع تيمي ترنر الوالدين السحريين. تألفوا حوارات مانديلا افكت، البار ده جامد برضو. بتهيالي ان ناس كتير عارفه دلوقتي المانديلا افكت هو حاجه علميه ان الناس تتشارك في ذكريات مزيفه، فذكريات مزيفه فانتوا بتألفوا حوارات. نايس وان. شوفني في حلمك ساي فاي، فكرة الساي فاي اللي هي ساينس فيكشن اللي هي خيال علمي. اوكي بس كده نخش في التراك اللي بعده. خلصانة لابو الانوار. تتكلم يا زميلي تكفل بعديها، احنا في الرايق امنتو في ليها، انا اللي كاتب بحب اغنيها على البيت، انا كاتب لفيها لخفيها لفيها لخفيها مش فيها تتركب. التراك هنا بيفكرني بلعبة غلبة، واللي هو يعتبر في رأيي أكتر حاجة أوريجينال عملها بالأنوار، تقريبا تقدروا تقولوا إن ده الجزء الثاني منها مثلا. أوكي أنا ستيل عندي فكرة إن براتة بالأنوار بتبقى سيمبل، مش محتاج إنك تشرحها، وممكن تلخصها في جملة واحدة، الولد الروش أو الباب بوي مثلا، فاهم؟ أنا اللي عامل وعامل وعامل وقافل الشارع بالعرض، حضوري بيرعبهم ودايما بقتلهم يا زميلي من يوم ما ظهرت. رغم ان الكليب تقريبا مش مصروف فيه خالص، انا واخد بالي ان هو مش متكلف او مفيش انتاج كبير، ولكن جامد فاهم. في لقطات حلوه يعني الجرنان اللي بيتحرق، العربيه اللي بيجرها الحمار، وباقي اللوكيشنز اللي متصوره حتى في الشارع متصوره حلو. وهنا نعطي الريسبكت الى عمر دونجا، وتعالوا نخش على التراك اللي بعده. تراك دايخه لعفرته وزا منتصر. اوكي البرودكشن هنا الوزة والتايب نفس التايب بتاع مروان اللي بيتعمل مؤخرا، اللي هو التراب الشرقي او مهرجان او ايا كان المسمى اللي بتسموه. وبعدين دخل عفروتو وعمل كالعادة لحن كاتشي جدا. وحابب بس ايه اقول ميزة بحبها قوي في عفروتو، لعبة التقطيع بتاعت الكلام. اللعبة دي جامدة فشخ. وطبعا لو هنتكلم عن الليركس في المنطقة دي، فعفروتو برضو من ساعة تراك سجارة وهو معتمد على الليركس السيمبل جدا اللي هي غدر اصحاب شوية، ولكن هي جامدة. شفنا المر شقينا ومن صغرنا كبار، شفنا اللي انت ما شفتوش، شفنا احنا صعب واحنا على الله احنا على الله. الحتة اللي على الميلودي بس اللي من غير درامز دي بصراحة عجباني قوي، يعني مش ناس كتير بتعرف تطلع لحن صايع لو مفيش ميلودي، غالبا بيهتموا ان الكلام يكون مؤثر شوية، رغم هنا ان هو ركز برضو على الليركس زي من صغرنا كبار وحاجات زي كده. وزة دخل. انا وزة بالنسبة لي هو حد يعني حتى لو هو في الاساس بينتمي لجنرة المهرجانات اكتر من السين بتاعنا، ولكن هو كان بينزل على التراب من ساعة ما بدأ واشتغل مع رابرز كتير جدا، وتقدروا تقولوا كان هو متواجد موجود في السين بتاعنا برضو بكسرة. ومع الدخلة بتاعته انا حاسس ان انا سمعت التكنيك ده قبل كده، وغالبا كان مروان موسى. حتى تكة أتا جامدة أوي دي. كنت فاكر إن عفو غير لو هويت لأصحابك اللي بينا فوق. في البيت هنا البريدج اللي معمول بالدرامز التراب ده عجبني فشخ. ولو هنتكلم على الكليب فهو تقدروا تقولوا كده إن هو السهل الصايع، باك جراوند بلاك اللي هو ابسط حاجه اكتر حاجه سيمبل، وبقى لايتنج لون وحاجات الجميله بتاعتنا، ولكن في مشاهد تمثيل برضو بتتكلم عن الخيانه وعن الغدر والحاجات دي، والموضوع شكله صايع. ونخش على بعده تراك ارينا لارسينيك. الهوا اللي بيدخل الرئه بيبقى على هوا بيخنق الاحلام، لو طب في اوضه خلي سخن في الشتا عشان ما تفصل مرتي، دخلت مقبرتي يوسف نقول لك مش هتخرج من هنا،
تقريبا دي عوده للاولد سكول من ارسينيك عشان يعرف الناس ان هو برضو لسه بيعمل اولد سكول. انا مؤخرا لما غير التايب بتاعه عمل تراكين غنى فيهم شويه كان فيهم حاجات صايعه برضو، ولكن الناس حست في الوقت ده ان هو خلاص بقى استوانت عشان دخلت بيف وطلعت منها بفيوز فهتنقل بقى على التايب الكوميرشال وبتاع. فلا على فكره انا بعمل اولد سكول واسمعي البرودكشن هنا الالفي والبيت جامد لكن اولد سكول ما فيهوش تفاصيل كتير نقدر نتناقش فيها. لفت انتباهي في التراك ده البوستر بصراحه، يعني انا قعدت افكر هل ده مسرح ولا ده سيرك، وبعدين اكتشفت ان هو تقريبا حلب التيران. الدوائر اللي فيه جذب عينيا بصراحه. انت فاضل اهم في مكانك لغايه ما رجلي تخطيه من عليك. احنا شغال وسريع بس صوتي بعيد مين دخلوا القريب جاي مراكي بالبيوتي ملك مشاكل. انا بحب ارسينيك في الميلوديز دي قوي، بحسها شبه الاجنبي جدا، والميلوديز بتاع بره دي بتعجبني اكتر شويه من الميلوديز العربي بصراحه. ما تقولش كاتل ما تم تسمعني ببقى من عندي سامع صوت نبضاتك تحرق في نفس الاسطوانه وتكرر نوم دماغك مطفيه يمكن عشان شخصيتي بتعملي فلوس وانت فلوسك عامله لك شخصيه. كلام رايح لأبيوسف باين، لأن لو خدتوا بالكم عمال يقول بيتكلموا عني في تركاتهم، وإحنا قلنا أكتر مرة أن أبيوسف ناكشه، وهنا بيقول له إن شخصيتي بتعمل لي فلوس لكن أنت فلوسك بتعمل لك شخصية، لأن دايما أبيوسف بيفتخر بقصاد أرسينيك دايما بالفلوس بالفيوز بالحاجات بالشهرة والحاجات اللي زي كده. ما كلمنيش يا جوزها عزبت اللي ما عنديش ناس عايزين فلوسها كفاية دروب ناس عايزين فلوسها قصده على الحفلة. تراك جامد في شوية نكش لبيس وجمال رصة أرسينيك المعتادة، ولكن أرسينيك من الناس اللي أنا عندي استعداد إن أنا أسمعها على نفس الفلو بنفس الطريقة 20 مرة مدام الليركس قوية مدام المجمل جامد. أوكي دلوقتي تراك أنسولين لفرغلي. هو بيقول تقريبا في الانترو 2018 فواضح ان التراك قديم بس نازل دلوقتي. البرودكشن لكابوس وتعالوا نسمع. مهما قلت عنهم مش بينسولين صاحبتها سكر فبعلقها انسولين. بيت تسعيناتي مؤخرا ما كنتش متوقع حاجه زي كده من فرغلي. هو انا سمعت تقريبا الفيرس ده قبل كده في فيديو لايف تقريبا كان عامله او حاجه زي كده، ما كنتش متوقع منه حاجه زي كده دلوقتي لان هو كان واخد ويفة التراب شوية في بر بر وبعدين خد الارم بي او الغنى شوية في التراكات التانية او الحاجات اللي هي كوميرشل اكتر. وتعالوا نشوف البراب بتقول ايه. شغال وانتو مين قديم ومش بتروح عليا مندولين عنده ليه عنده ويه ده النسخة قديم ومش بتروح عليا مندولين برضه عجبني. انا مش جد ولا انت فلوق مش هيجمعنا اسفل برضه جامد. باند راب كان مشهور من فترة اللي هو أسفلت جاد الجلاد وفاروق، ففي وورد بلاي هنا عن فكرة أسفلت اللي هو الطريق وأسفلت اللي هو الباند. في استعراض هنا وشكل مجموعة من الوورد بلايز اللطيفة. وتعالوا نخش على التراك اللي بعده وهو تراك زايتي مردفينا. لو مش عارف مين زايتي، زايتي اللي عمل اسلام المرج، بس اسلام المرج ما كانتش برودكشن زايتي كانت كليك كلاك، فاحنا هنا زايتي برودكشن زايتي. بيت جامد فشخ، الميلودي اللي ملعوبه دي ملعوبه حلوه قوي. اوكي المود جامد قوي بصراحه، يعني التراكات دي من التايب اللي ما تتكلمش فيها على ليركس ولا على الصوت ولا على اي حاجه، اتكلم على المود، والمود بصراحه عجبني فشخ. لفت انتباهي بس حاجه اللي هي التكنيك او الفلو او الرصه بتاع الاربع برات دول اللي هي تيجي سكه سالكه بس ما انا فكرتني شويه بسالمونيلا بتاع تميم يونس، كان فيها حاجه برضو فيجا تكا تنجا ديجا ديجا تكا، بس غالبا يعني هو التشابه الرايم هو اللي فكرني بيها شويه. وبس كده نشوفكم الجزء التاني.